السلام عليكم. الآن حنعطيكم example كيف نستخدم الروت لوكس لنصمم ليد لاج كومبنسيتر. الآن هاي الشكل تبع الكومبنسيتر في الكونتينيوس اللي عندي. هاي لما نحاول أدخل الزيرو أوردر هولد عندي، هنا بحول السيستم لإيش؟ لعالم الديسكريت، يعني حولته من كونتينيوس للديسكريت، فصار هذه بتساوي الجي اوف زي عندي للسيستم. هاي رسمت الروت لوكس لهاي، هاي عندي دبل بولز هنا، هاي بول هنا وبول هنا، وهاي الزيرو، التو بولز بتلاقوا وبطلع عندي في على هذا الشكل، واحد بروح على الزيرو اللي هان والثاني بروح لايش؟ لانفينيتي. هاي اليونت سيركل اللي عندي، والسيستم عندي هنا بيبقى ايش؟ في مرحله استابيليتي. فهنا كي اللي بتعطي الماكسيمم كي اللي بتعطيني ستيبل سيستم. هاي الانكمبنسيتد سيستم صوره مصغره جوا اليونت سيركل. هاي الموقع البول الاولاني، هاي البول الثاني، وهي موقع الزيرو للسيستم. الان انا لما بدي اجي اطلع عليه بدي استخدم، لو استخدم البي اي كومبنسيتر او البي اي كنترولر. البي اي كنترولر هاي كي بي بلس كي اي في تي على زي ماينس واحد. هاي الشكل العام لما احط كامن دينومينيتر بصير عندي الكي في هنا بدها تساوي واحد على تي في الليمت لزي كوس زيرو، زي ما طبقتها قبل شوي بدها تساوي 5 كي اي، هذه اكبر او بتساوي 5. الان لو انا بعمل كي اي بيساوي 1، فعندي الكاركترستيك ويجن بصير شكلها على هذا الشكل الموجود عندي. فالان بناء عليها بدي اجيب الايش؟ قيمه الكي بي للسيستم. الآن الشكل اللي عندي إذا بتطلع عليه في هذه الحالة اتغير شوية. هاي عندي بول، وهاي عندي بول تاني، وهاي البول الثالث، وهاي الزيرو اللي هان، وهاي الزيرو اللي هان. الشكل تبعي اختلف في الروت لوكس. الزيروز of the system are at 1 اللي عندي and ناقص 0.9048 اللي كان القديم عندي، وهاي الجديد. and the poles of the system are at 1.014 plus or minus 0.1663، والثاني عندي ايش؟ 0.7013 الموجود عندي هيو للسيستم. الان لما بدرسم it's clear from the figure that the system is stable for a very small range of KB. اذا بدي اطلع عندي السيستم is stable بس الرينج تبع KB بيبقى ايش؟ صغير، من هذه النقطة لهذه النقطة الموجود عندي. هنا بتقول لي هاي معطيني هنا عند هذه النقطة الجين تساوي 0.239، والبولز هاي المواقع تبعهم، هاي الدامبر، وهاي الاوفرشوت، وهاي الفريكونسي الموجود. وهنا عندي الجين برضو اعطاني اياه 6.31 في الرينج الموجود عندي. وهنا اعطاني الجين لما بيساوي 1 ايش البولز والمواقع تبعتهم. الان the figure show that the stable range of KB is between اللي شفناه هذا في الرسمة اللي فاتت عندي من 0.239 لحد 6.31. هذا الرينج اللي بيعطيني الكي اللي بتعطيني stable بولز للسيستم من هان لحديت هان، لأنه هذا جوا اليونت سيركل صار. وهذا اللي بتقول لي إياه من KB أكبر من 0.239 وأصغر من 6.3. The best achievable overshoot is 45.5% for KB equal 1, which is very high for any practical system. يعني لما يكون عندي overshoot 45%، هذا عالي جدا. To satisfy velocity error constant KI greater equal 1, if we assume 15% overshoot, الزيتا عندي بدها تعطيني قديش 0.5 and 2 second settling
تايم الموجود عندي. كورسبونز لعندي لقديش اوميجا ان بدها تساوي 4 الموجودة عندي. فصار البروتوتايب تبعي ايش بدي يساوي؟ الزيت ناقص زيتا اوميجا ان اللي عندي الاس 1 اس 2 بتساوي ماينس 2 بلس اور ماينس جي 3.46. هذا لتعمل ساتسفاكشن لقديش 15% اوفرشوت و settling time 2 seconds. الآن هذا لما أروح أحولها البروتوتايب تبعي للزي دومين بدها تعطيني زي 1 وزي 2 اللي هي بتساوي E to the S1 S2 مضروبة في T اللي عندي بدها تعطيني إيش 0.77 plus or minus J 0.28. الآن لما بدي أشيل البول ماب include poles of PID controller اللي عندي هاي نقطة الديزاين عندي بدي اوصل زاوية من هان لهان 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 لهان. هاي عندي التيتا 1 والتيتا 2 الموجودات عندي للسيستم ككل. هدول التبعات يعني هان حطينا واحد من البول حطيته زي بتساوي زيرو وهذا الزيرو تبعت السيستم فبدي اشوف وين يطلع الزيرو الثاني. الان let us donate the angle contribution starting from the zero to the right. يعني اللي عندي بدي اطلع عليه الزيرو to the right الموجود عندي في هذا المجال. هاي الزيرو الموجود الان عندي تيتا 1 وتيتا 2 وتيتا 3 وتيتا 4 وتيتا 5 respectively. الآن اللي عندي بدي أبدأ من اليمين يعني زي هاد خلينا هاي من اليمين هاي تيتا 1 هاي تيتا 2 هاي تيتا 3 هاي تيتا 4 هنا تيتا 5 الموجودة عندي في هذا المجال. The angles can be calculated as اللي عندي تيتا واحد بدها تساوي اللي عندي هذا بدا بالتيتاز على فكرة معكوس هو هذه تيتا واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة خمسة يعني هذه حادة هذه حادة هذه منفرجة هذه منفرجة هذه منفرجة يعني تيتا خمسة هتكون أكبر زاوية تيتا واحد وتيتا اثنين أصغر زوايا. إيش بلاحظ تيتا واحد تساوي 9.5 degree تيتا 2 بتساوي 20 تيتا 3 زي ما قلنا منفرجة 99.9 تيتا 4 بتساوي 115.7 and تيتا 5 بتساوي 129. الآن بدي أجمع التيتا تبعات الزيروز والتيتا تبعات البولز. التيتا تبعات البولز بتاخد نيجاتيف لأنه في الدينامينيتر والتيتا تبعات هذا تبعات الزيرو بتاخد بوزيتيف اللي عندي يعني البوزيتيف الوحيد اللي عندي الكام 9.9 5 الموجودة. ايش بلاحظ هاي بدها تساوي ناقص 355.5 degrees. الان لما نجمع لها 150 يعني بدي يعطيني كام ناقص 175.5 degrees. Thus the two zeros of the PID PID في ايش 2 zeros. ايش بدهم يعطوني بدهم يعطوني 175 درجة ونص عشان يلغوا هاد في هذا المجال. الان ايش بدي اسوي فيها بدي اجي احسب أفرض واحدة. Since the required angle by individual zero is 87.75, we can easily say that the zeros must lie on the left of the desired closed loop pole الموجود عندي. الآن أنا بعرف إنه هذا حيكونوا عشان يعطوني 87 درجة ونص بده يكونوا وين؟ لأنه هذا النص 175 87 ونص عشان احط الدبل زيروز في نفس المكان. فبلاحظ ايش اللي عندي بدي احسب قديش الزي بي اي دي الموجود عندي بيساوي 0.77 ناقص الزي بي لانه حيجي مش على الزاوية. لو اجى تحت بالضبط حيعطيني 90 لو اجى على الشمال شوية يعني بدرجتين وربع حيعطيني أقل. فهذا الرقم اللي حيطلع الزي بي اي دي حيطلع لي كام بدي ساوي 0.759 اللي عندي يعني جنب قريب جدا لل 0.77 اللي هي النقطة الموجودة. الآن منها إذا طلعت التنتين صار الجي دي وفي زي بدي ساوي كي
في z minus 0.75 squared في z minus 1 اللي عندي هذا الشكل اللي عندي. اللي عندي للسيستم ككل هذا الكنترولر تبعي. الكنترولر تبعي هاي الزيرو تبعي الموجود تبع الانتجريتر، وهي الزيرو الثاني اللي جاي مع اذا بنطلع فيه مع الديفرنشيتر الموجود عندي. فهذا جبت الموقع الاثنين، فانا باجي بحسب الكي اللي عندي، فبلقى الكي بدها تساوي 4.3، فباجي بحطها للسيستم اللي عندي على هذا الاساس وبعمل سيميليشن. هذا اذا بدي احسب الكي دي والكي بي والكي اي بقدر احسبهم من الارقام المعطى عندي اللي عندي. كي دي على تي بدها تساوي 0.5 اللي هي الرقم الموجود عندي، هان 0.576، فباجي بطلع عليها مضروبة ب 4.3 اللي هان اعطتني الكي دي. الكي بي بدي يساوي بلس كي دي على تي بدي يساوي 4.33. اذا هان عندي هذول المعروفات بحسب الكي بي اللي عندي في هذا المجال، ونفس الشيء بحسب الكي اي بتعطيني القيمة المطلوبة. الان هاي السيميوليشن للسيستم الموجود عندي، الصورة احسن من اللي قبل في هذا، وعطتني رينج القيم اللي بدي اياها. هاي الديزاين بوينت اللي عندي. الان الديزاين بوينت بحسبها لما ايش؟ لما يكون عندي، هذه اهم نقطة، يكون عندي الفيز بساوي ناقص 180 او زائد 180، بطلع بضمن انه هذا النقطة جاية على الروت لوكس. وهيك هاي فرجينا اكزامبل كيف احنا نحسب الزوايا وكيف نشتغل عليها. اذا انا بدي افرجيك هالشغلة ممكن اعمل هذه كيف انا حسبت الزوايا قبل شوية افرجيك فيها. انا عملت الديزاين بوينت تبعتي، هاي الديزاين بوينت، هاي عندي البولز كان واحد هان واحد هان واحد هان اللي عندي، واحد في البولز كان ات زيرو هان، وهاي الزيرو تبع السيستم. الان وصلت زاوية من هان لهان، الان هادي قلت عنها ثيتا واحد، هذه ثيتا اثنين، هذه ثيتا ثلاثة، هذه اللي عندي ثيتا أربعة، هذه الثيتا خمسة. الآن هذه النقطة معروفة عندي، أنا حسبتها إذا بتطلع عليها من الفيجر تبعنا، هاي النقطة اللي حسبناها اللي هي اعطتني 0.77 بلس جي 0.28، يعني هذه المسافة اللي عندي لما جيت بتطلع عليها هذه 0.77، وهذه اللي هي الارتفاع تبعي هذا 0.28، يعني أنا عارف هذه. الآن بقدر أحسب هذه معروف لها، باجي بضيف هاي الزيرو اللي عندي، بضيف هذه المسافة لهذه المسافة، بتعطيني المسافة من هان لهان. خلينا نعطيكم فرجيكم إياها باللون تاني. المسافة بين هذه لهان إيش بدها تساوي؟ هذه المسافة زائد المسافة من هان اللي هي 0.77 الموجودة عندي، زائد الموقع تبع الزيرو. وهذا الارتفاع عندي أنا عارفه 0.28، مظبوط اللي عندي. الآن التانجنت تبع تيتا واحد إيش بدي ساوي؟ 0.28 على المسافة اللي عندي هان. نفس الشيء باجي للموجود عندي هان، المسافة هذه بدها تساوي الانفيرس تانجنت عشان للتيتا 2 اللي عندي في المقابل اللي هي 0.28 على المسافة هاي، وهذه معلومة. نفس الشيء بدي اجي للهان، اللهان هذا معطى عندي، بدي اخذ 0.28 على الزاوية، بتعطيني الزاوية هاي. انا بدي هذه، فبدي اخذ 180
درجة ناقص اللي هاي بدي اسميها ثيتا مثلا 3 كومبلمنت اللي عندي اللي ها. فهذه بتعطيني اياها نفس الشيء بدي اعمل لهاي لها. الان هذا لقيتهم بتساوي 355.5. الان انا اللي بدي اياه بدي اطرح من هذه ال 100 قسم 180 بتعطيني 175 155.5. الان انا باجي بطلع اكثر واحد اي بول بدي يعطيني اياه بدي اجي او الزيرو. انا بدي 2 زيروز، فالتو زيروز لو قلت كل واحد منهم هذول بدك تقسمها على 2 تعطيني 87.5 degrees. طب ال 87.5 degrees وين هتيجي؟ هنا الشقة هذه الزاوية منفرجة على هذه الشقة زاوية حادة، فأنا بعرف بدها تيجي في هذه المنطقة قريبة لل 0.77 لأنه هذه 90 87.5 بدها تكون قريبة إلها، فبدي أجي أحسب الزاوية الموجودة عندي في هذه المنطقة. هاي الزاوية اللي عندي هذه معطاها عندي 87.5. التانجن تبعها بدي يساوي هاي التانجن لل 87.5 بدي يساوي ال 0.28 على الاكس اللي بدي اياه هذه المسافة. الان لما اجي احسبها تعطيني اكس، طب الاكس اللي هي المسافة هذه، فبدي اجي 77 اللي عندي ال 0.77 ماينس اكس بتعطيني موقع الزيروز اللي بدي يطلع لنا. هذا اللي اشتغلناه قبل شوي، ويعطيكم العافية. هيك بنبقى غطينا لكم مثالين، مثال هنا ومثال سابقا على المثال هنا على باستخدام الروت لوكس والمثال اللاحق اللي بنغطيه على البودبلات. يعطيكم العافية.